فالحوار الذي من المفترض ان يستأنف خلال ايام دفع بمجلس النواب المعترف به دوليا الى التصويت على تشكيل لجنه مكونه من 19 عضوا لدراسه مسوده الحوار المقدمه من الامم المتحده ومن ثم يتم عرضها في جلسه البرلمان القادمه للتصويت عليها وفور الانتهاء من الجلسه أكد عضو مجلس النواب إبراهيم لزغيد لوكالة الأنباء الليبية بأن شرعية مجلس النواب خط أحمر مؤكدا أن البرلمان وحده يملك حق منح الثقة للحكومة التوافقية المرتقبة ومراقبتها أو إقالتها وتأكيدا على ذلك أوضح عضو مجلس النواب بكر بعير الذي يشارك في جلسات الحوار في مدينة الصخيرات المغربية أن وفد الحوار توصل إلى نقاط جيدة أثناء جلسات الحوار السابقة من أهمها اعتراف المجتمع الدولي بأن البرلمان هو السلطة التشريعية الوحيدة في ليبيا مشيرا إلى أنه بمجرد توقيع الاتفاق في نهاية الحوار لن يكون للمؤتمر الوطني المنتهية ولايته أي أثر على الحياة الحياة السياسية في البلاد